في خبر آخر، يصر نظام المخزن المغربي على إدراج الأقاليم الصحراوية المحتلة في الانتخابات العامة التي جرت اليوم بالمغرب، خرق جديد للقانون الدولي الذي يصنف الصحراء الغربية في مقدمة الدول الخاضعة لتصفية الاستعمار. مريم دلومي. مرة أخرى ينتهك نظام المخزن الأعراف والمواثيق الدولية بتنظيمه انتخابات عامة في الأراضي الصحراوية المحتلة، رغم أن المنطقة مصنفة لدى الأمم المتحدة ضمن الأقاليم الخاضعة للاستعمار، في خطوة تتعارض مع القانون الدولي. قوى استعمارية تريد ابتزاز دول المنطقة والحفاظ بشكل أو آخر على استمرار نفوذها الاستعماري في المنطقة، ومع الأسف النظام المغربي أصبح وسيلة في أيديهم لتنفيذ خططهم واستراتيجياتهم. وقبل هذا الموعد تفاجأ المخزن برفض الاتحاد الإفريقي لطلبه بخصوص إفادة ملاحظين لمراقبة العملية الانتخابية، إخفاق موجع لنظام المخزن يسجله تاريخه الحافل بانتهاكات حقوق الإنسان. النظام المغربي يحاول مثل ما حاول خلق ضجة إعلامية بفتح القنصليات وكذا، أنه أيضا هذه الانتخابات يجلب لها بعض يعني المستأجرين ليشهدوا على الزور، وأنه السكان هناك موجودين وأنهم يشاركوا في الانتخابات. والاتحاد الإفريقي رفض تماما أنه يبعث بمراقبين، لأنه هذه الاتحاد الإفريقي ملتزم بقوانينه أنه هذه دولة عضو ولا يمكن ولا يحق، لأنه حتى النظام المغربي لما وقع على انضمام الاتحاد الإفريقي وقع بخريطة معروفة. هذا وكان الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي قد دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى ضرورة الضغط على النظام المغربي من أجل وقف أنشطته غير القانونية التي يمارسها في الأراضي الصحراوية المحتلة ومنع إجراء الانتخابات العامة في الأقاليم المحتلة.